كتر ألف. يا ريت يا ريت يا ريت، انا هشوف 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 احسن بيا طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ السيشن الخامسة في اليوم الأول. طبعا مش دكتور إيهاب ودكتور سارت مش هيستحملوا إن أنا أقول كلام تاني كتير عشان الوقت. I have the pleasure to introduce Professor أحمد بدر. دكتور أحمد هيكلمنا إن شاء الله على Pneumococcal disease burden and role of Synflorex vaccine. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقه شكر واجب للاستاذ الدكتور ثروت، الاستاذ الدكتور ايهاب، الاستاذ الدكتوره ايمان، الاستاذ الدكتوره مي على الكايند انفيتيشن. الحقيقه احنا عشان الوقت هو موضوع اللي هو القديم والجديد اللي هو النيموكوكال ديزيز بيردن وبريفنشن. الحقيقه المحاضره هي هوستد بشركه جي اس كي، بس كالمعتاد ما فيش اي انترفيرنس وذ ذا scientific content. هنحاول نشوف هل النيموكوكال ديزيز دي حاجه يعني مهمه، should we prevent ولا لا، والهيستوري اوف ذا فاكسينز، لانه الحقيقه في كده بعض الكونفليكت كتير بنشوفها لما بنتكلم على الكونجيجيتد فاكسينز او البوليساكرايد فاكسينز، ونختار ما بينهم ازاي، وهنطعم الاطفال بتوعنا والعيانين بتوعنا ولا لا، وهل هنطعم during الابيديميكس او البانديميكس او كده ادم شويه. طبعا الصوره دهيت انا دايما ما انساهاش. كان عندنا بنوته كان عمرها حوالي 6 7 سنين، كانت نيفروتيك سندروم وبتاخد كورتيكوستيرويدز على هاي دوز. بعد تقريبا 3 اسابيع من التريتمنت بالكورتيزون بدا يحصل لها شويه حراره وشويه زي فيزيكلز كده موجوده على الترانك، عدد بسيط جدا. في خلال 24 ساعه البنت بدات تدخل في هالوسينيشن، وخلال 3 4 ساعات بعد ما اديناها بقى حاجات كده معينه اي في اي جي وكده، المهم هي باس ذا واي، وكان الدايجنوزس بتاعنا ان هي جالها انكفالايتس مع وجود الفيزيكلز. يتهيألي حضرتك تقدر تقترح ان التشخيص كان غالبا باريسيلا انكفالايتس، وده يمكن احد الحاجات اللي تخلي الواحد دايما يكون مهتم انه whenever there is an effective vaccine you should vaccinate الطفل. يمكن البنت دي لو كانت متطعمه بالفاريسيلا هي ما كانتش تعرف انها تاخد كورتيزون ولا ان مناعتها تقل، لو كان كده ما كانتش يمكن بين قوسين ما كانتش ماتت. دايما لما بيبقى في فاكسين بيبقى دايما في كده كلام والميديا وحاجات كده بتحصل فيقل الفاكسين، لان السايد افكتس كل لما انت بتطعم اكتر اكيد في سايد افكتس موجوده، فيبدا يقل الموضوع، وبعدين يبدا نوصل للحاله اللي هو نرجع تاني نريزيوم الفاكسينيشن، وبالتالي يحصل ايراديكيشن للمرض في كتير من الامراض. لما بتكلم على فعلا حاجات بتبريفنت المورتاليتي، هنلاقي بعد البريست فيدنج، وده من الحاجات المهمه، هنلاقي فيه 2 تطعيمات أو 3 تطعيمات من الحاجات اللي فعلا اتقال ان هي فعلا بتقلل البيلو 5 مورتاليتي. لما بنتكلم في الفلوس، وطبعا دلوقتي اعلى صوت هو صوت الفلوس، بتكلم فعلا على دايركت امباكت للتطعيم على الفاينانشال ايشوز. انت بتقدر الانفستمنت ده 16 ضعف اللي انت عملته لو انت طعمت بطريقه دايركت عن طريق ان انت بتمنع المرض، و44 فولد زياده في الانفستمنت اللي انت دفعته، الجنيه يوصل لك 44 عن طريق ان انت منعت حاجات اسوشيتد، مش بس الديسيز بريفنشن، ان انت ما غبتش عن المدرسه، ان دخلك بقى احسن، ان صحتك احسن، ما مرضتش بحاجات تانية. وبالتالي احنا بنتكلم على فاكسينيشن، دي حاجه اساسيه جدا. لما اتكلم على الستريبت نيموني اللي هي الاسم الثاني ليها نيموكوكاي، بتكلم انها جرام بوزيتيف وبوليساكرايد، ودي مهمه جدا، ليها كبسول من البوليساكرايد اللي موجود عندي، ديبلوكوكاي مش مهم. ليها اكتر من 90 سيروتايبس، والسيروتايبس اللي موجوده متقسمه في مجموعات جروبس، والجروبس منها تايبس صغيره، وبالتالي بتكلم ان في عندي مثلا مجموعه اسمها 6A و6B و19F و19A، والموضوع ده مهم جدا لانه في كروس اميونيتي وكروس رياكتيفيتي، ودي من الحاجات المهمه.
لو انا بتكلم ثيوريتيكالي انا عاوز امنع واحد ان يجيله نيموكوكال ديزيز، همنعه ازاي؟ هجيب فاكسين فيه اكتر من 90 سيروتايب، وده اكيد مش هيبقى لوجيك ولا براكتيكال، لانه بنقول انه تقريبا 75% من كل الحالات كوزد بتقريبا 10 سيروتايبس بس، ودي نقطة مهم. عاوزين باي ذيس سيشن ان فكرة counting the number of the serotypes دي خلاص outdated، ما ينفعش ان انت تقول اصل الفاكسين ده فيه 5 serotypes سيبقى احسن من اللي فيه 1 serotype مثلا. طيب النيموكوكاي دي بنقسمها الى invasive و non-invasive. non-invasive otitis media ونيمونيا بسيطة، الانفيزيف المننجايتس والبكتيريميا والنيمونيا الجمد. الارقام مهمة جدا، النيموكوكاي عندنا ما زالت بتمثل تقريبا او تؤدي الى 80% من حالات البكتيريم، ويمكن نص حالات الاوتيتس ميديا ونص حالات النيمونيا. الارقام دي بره اتغيرت عشان ان بقى عندي دلوقتي فاكسينيشن بره موجود، لسه النيموكوكال فاكسين مش كومبالسوري عندنا. يبقى هو في صراع ما بين البكتيريا اللي موجوده بتطور نفسها واحنا بندي فاكسين عشان نمنع الاصابه بكده. مين اكتر ايج جروبس عندهم استعداد للاصابه هنا؟ الصغيرين والكبار اباف بقى 60 70 الحاجات دي، واحنا في الاطفال عندنا اقل من 5 سنين وبالذات اقل من 2 سنين. الناس دي لما هتشوفهم اي حد اميونو كومبتنت بطبيعته بس جاله مرض هارت ديزيز، رينال ديزيز، دايابيتس، كاردياك ديزيز، ده كان ما عندوش مشكله بس دلوقتي اصبح عنده ريسك للنيموكوكال انفيكشن. الناس اللي ما عندهمش سبلين يا اما تشال يا اما هو مش شغال هيبقى عنده مشكله في النيموكوكال ديزيز. الاميونو كومبرومايزنج كونديشن من الادويه الكتير اللي احنا بنديها في الاوتو اميونيتي وفي المالجنسز، والناس اللي عندهم كونجنيتال اميون ديفيشنسي، برايمري اميون ديفيشنسز وسكندري، كل الحاجات دي دولت هاي ريسك تو ديفلوب ذس ديزيز. بتكلم طبعا على ان النيمونيا والريسبيراتوري يمكن اهم سبب للمورتاليتي في الاطفال اقل من 5، وعندنا في مصر النسبه عندنا برضو ما زالت مرتفعه فيما يخص الموضوع دي، واحد الاستاديز اللي اتعملت في القصر العيني كانت موجوده برضو بتشوف ان المورتاليتي تصل الى 30% لو واحد جاله نيموكوكال انفيزيف ديزيز موجود عندي. طيب الكولونايزيشن مخيف، ويعني ايه كلمه كولونايزيشن؟ يعني انا جوايا النيموكوكاي دي جوه النيزوفارينكس بس مش عامله لي اي ديزيز وانا متعايش معاه. على فكره هي نفسها ممكن لو راحت لواحد تعمل له ديزيز، انا نفسي ممكن تحصل لي ديزيز بعد فتره لو حصل نقص في الاميونيتي بتاعتي. النيزوفارينجيال كارج ريت تقريبا 50% من الاطفال، واكثر من 90% جالهم بقوا كارير للنيموكوكاي ده في فتره من فترات حياته. ده الترانسميشن اللي بيحصل، اللي موجود عندي ده اللي هو الكارير، وبعدين بدا يسبريد الديسيز لكل الناس اللي موجودين. يعني الاحمر ده الكارير، في ناس بقى الديسيز اللي هي الاصفر والهيلثي اللي هم الازرق. المهم الكبسول ده مهم جدا للنيموكوكاي، والمناعه اللي انت هتعملها سواء خدت المرض او خدت الفاكسين هتعمل انتي بوديز ضد الكبسول ده هوت، عشان الكبسول ده بيبريفنت الاميون ريسبونس توورد ذيس بكتيريا. طيب عشان كده بيتقاس ليها حاجه اساسيه اللي هو الاوبسونوفاجوسيتيك اكتيفيتي سكور، السكور ده بنقدر نعرف بيه الفاكسين اخباره ايه. دولت الحاجات الاساسيه اللي بتبريفنت بيهم اي ديزيز، واحنا كلنا عارفينهم، والصوره التاريخيه القديمه للمرض اللي من زمان الاف السنين يتهيألي كده دلوقتي، واللي موت يمكن ملايين من الناس، ما اتمنعش وما غيرش خريطه العالم بتاعته الا الاثنين دولت، وبالتالي ما حدش يقدر يجنور او ياندر استيميت ذا فاليو اوف ذا فاكسينز بصفه عامه. الهيستوري بدا عندنا اول واحد اتعمل كان فيه 23 سيروتايب وكان اسمه بوليساكرايد نيموكوكال فاكسين. بعد كده البي سي في 7 ده كونجيجيتد وهقول الفرق بينهم، وكان فيه بس 7، يعني لاحظ الاول عمل 23 وبعد كده 7 بس. There is a great difference ما بين بوليساكرايد وكونجيجيتد فاكسين.
بعد كده بقى في 2010 فتحت الدنيا بقى البي سي في 10 والبي سي في 13 اللي هو موجودين عندنا، وحصل زيادة في الباكسينيشن، وبالتالي حصل نقص في المورتاليتي، ودروب في المورتاليتي قوية جدا بالهيبتا فيلنت البي سي في 7، عمل دروب في النيموكوكال انفكشن اللي موجودة عندنا والمورتاليتي اللي موجودة بس بسبب البي سي في 7 فاكسين اللي موجود عندي. طيب بعد ما حصل الموضوع ده هو حصل يمكن شوية سيروتايب، تغييرات في السيروتايبس، وهنا نقطة مهمة ان انا لازم ابقى عارف السيروتايبس اللي موجودة في البوبوليشن عشان اقدر اضبط الفاكسين على حسب السيروتايب. نفس الانتيبيوتكس بالظبط، احنا بناخد للأسف البروتوكولز كلها من برة، بالرغم ان المفروض يكون عندنا our own بروتوكول، لانه الأورجانيزم اللي عندي اكتر حاجة مش هي اكتر حاجة برة. ونفس الفكرة برضو في الفاكسينز ليها حاجة. يمكن ده اهم سلايد، ان انا عندي النيموكوكال بولي ساكرايد فاكسين، ده ما ينفعش اي حد اقل من سنتين ياخده، مش افكتيف، مش اميونوجينيك. ونفس الكلام اللي هتطبقه على النيموكوكال فاكسين تطبقه كمان على المننجوكوكال فاكسين، اي بولي ساكرايد فاكسين ما يتاخدش اقل من سنتين، مش افكتيف. طب هنحط له حته بروتين معاه مع البولي ساكرايد ده عشان يبقى اسمه conjugated vaccine، سواء مننجوكوكال او موضوعنا دلوقتي اللي هو النيموكوكال، هيبقى ايفكتيف اقل من سنتين، تديه عند شهر ونص وشهرين، وهيبقى اميونوجينيك وهيبقى ليه اميون ميموري وهكذا. طيب اول تطعيم كان اللي هو ال 23 سيروتايبس، اول واحد ما اتعمل وما زال موجود على فكره، بس بيتاخد بظروف معينه بعد سن سنتين، ومحتاج ان يتاخد في ريبيتد دوزز لانه مرات بيحصل فيه زي هايبوسنسيتايزيشن او هايبر ريسبونسيفنس بعد فتره. بس احنا دلوقتي لما هندي الكونجيجيتد ولا هندي البولي ساكرايد؟ هندي الكونجيجيتد بالذات في السن الصغير اللي موجود عندي ده البي سي في 7. لو حضرتك بصيت هتلاقي ان في سيرو تايبس كده في البي سي في 10 اللي هو السنفلوريكس، زودوا الواحد والخمسه والسبعه اف. بعد كده البي سي في 13 زودوا على دولت 6A و19A والسيروتايب 3. وبعد كده يحصل بقى دايما كومبيتيشن ما بين الناس وبعضها، الشركات وبعضها، اللي هو لا ده انا عندي 13 سيروتايبس وانت عندك 10 سيروتايبس، ويبدا يحصل بقى راشونالات بقى ونقعد نتكلم في الحاجات دي. بس لو انا بصيت هلاقي ان ال 6A معنى عندي 6B، وانا اتفقت ان في عندي كروس ري اكتيفيتي، وعندي 19 ايه؟ طب ما انا عندي 19 اف، والثلاثه كسيرو تايب اللي موجود كابيديميولوجي مش ذات يعني عنيف قوي او يعني منتشر قوي. وبالتالي زي ما هقول من البيبرز اللي بعد كده ان هي كومبارابل بينهم وبين بعض. طيب ال 23 اللي تحت دولت كلهم زياده على البي سي في 13، ده مش معناه ان البي سي في 13 اوحش من البولي ساكرايد، لان احنا اتفقنا ان في ديفرنس جامد ما بين بولي ساكرايد فاكسين وكونجيجيتد فاكسين. 7 و13 و23 دي كلها حاجات موجوده. فيما يخص الاوتايتس ميديا السنفلوريكس او البي سي في 10، في حاجه اللي هو بيبقى معاهم البروتين دي، ده بيدي اديشنال فاليو ان بيمنع النون تايبابل هيموفيلس انفلونزا، وليه الانكريمينيتد في بعض حالات الاوتايتس او في كتير من حالات الاوتايتس ميديا، فده بيدي بروتكتيف فاليو بجانب النيموكوكال بريفنشن انه كمان النون تايبابل هيموفيلس انفلونزا. نطعم ازاي البي سي في 10؟ بيتاخد 3 بلس 1 او 2 بلس 1 ايهما، بس الريكومنديشن ان انا هدي 2 4 6، ده برايمري اميونايزيشن، وبعد 6 شهور يعني في نهايه السنه الاولانيه هتدي البوستر دوز اوف ذا نيموكوكال كونجيجيتد فاكسين اللي هو البي سي في 10. طيب او ممكن تدي جرعتين وراهم بست شهور، تدي الجرعه الثالثه، ده على الناشونال اميونايزيشن بروجرام ممكن يكون هوفر جرعه ودي ليها فاينانشال امباكت مهم. طيب لو طفل جاي لي بعد سن 6 شهور هتطعمه 2 دوزز، وبعد كده تدي البوستر دوز بعد ما يكون دخل في السنة الثانية ويكون عدى على الأقل شهرين. بعد سن 12 شهر ولغاية 5 سنين هو جرعتين بينهم شهرين للحفظ، جرعتين بينهم شهرين، ودي الشكل اللي هي البريفيلد سيرنج اللي موجودة. بالمناسبة لو هي فيها هوا ممكن انت ما تفضيش الهوا، ما بيحصلش اي مشكلة لو انت طعمت الطفل حتى لو ما خرجتش الهوا، وبيتاخد طبعا التطعيم دوت انترا ماسكر.
طيب اقل سن ممكن تدي فيه 6 اسابيع، وبالتالي لو انت هتعمل هارد بروتوكول او كده، واقل فتره زمنيه ما بينهم هي شهر. تقدر تدي 2 4 6 2 3 5، بس افضل ريكومنديشن 2 4 6. في بعض الناس بقى في البرايفت يقول بعد ما تدي التطعيم اللي هو 2 4 6 بتاع الوزاره ادي 3 5 7. يعني كل دي بروتوكولز ممكن الواحد بيغير فيها، بس ستيل ده هو الجايد لاينز اللي موجوده عندنا. طيب الاطفال الصغيرين البري تيرم كالمعتاد بنطعمهم اكوردنج لعمره في شهاده الميلاد للكرونولوجيكال ايج. هو ملياش دعوة لما يكمل 40 أسبوع وتبدأ تحسب له من يوم ما تولد، ده داي 1 يكمل شهرين هياخد التطعيم الأولاني مثلا لو ده أول تطعيم. الاستثناء الوحيد طبعا في الهيباتيتس بي. طيب احنا دلوقتي عندنا البي سي في 13 وفي عندي السينفول ريكس أو البي سي في 10. هاو تو تشوز ما بين الاثنين؟ انا عندي الامباكت بتاع التطعيم، انا عندي الافيكاسي بتاعه التطعيم راذر ذان السيروتايبس اللي موجوده. هعرض اوفر السلايدز القليله اللي جايه دي بعض الحاجات زي الانترناشنال مش عارف فاكسين اكسس سنتر والباه والبان امريكان اورجانيزيشن بتاعه الدبليو اتش او. كل الحاجات ده هي قالت لي ان هم كومبارابل مع بعض، مفيش سوبريوريتي ولا انفيريوريتي ما بين واحد والتاني سواء البي سي في 10 والبي سي في 13. برضو الاستراتيجيك ادفايسوري جروب برضو من الدبليو اتش او نفس الكلام، قالت انه المهم ان انت هتطعم التطعيم سواء كان سينفول ريكس او البي سي في 13، لان احنا اتفقنا في الانستراكشن بتاعتنا ان نيموكوكال ديزيز فيري سيريس وليه مورتاليتي عالي. الدبليو اتش او في الاخر بتبص دايما للحياد، طعم اللي انت عاوز تطعمه ايهما 3+1 2+1، هي عاوزه توصل لكفرج كويس عشان النيموكوكال ديزيز. احد الحاجات الحقيقه اللي هي البرايم ستادي اللي هي عملت ستادي تقريبا من 1994 ل 2017 عشان تشوف الكومباريزون ما بين الاثنين، وفي الاخر البرايم ستادي دي قالت ايه؟ انه الاثنين كومبارابل. يعني ايه الاثنين كومبارابل؟ يعني طعمت بده طعمت بده الاثنين زي بعض بالظبط، مفيش فرق ما بين الاثنين في الافيكاسي او الامباكت او الاوتكم بتاعهم. شود وي فاكسينيت في البانديميك؟ السلايد ده الحمد لله ادم دلوقتي شويه. احنا عندنا هناخد الكوفيد ماشي، اللي خد الكورونا فاكسين او ما خدوش، المهم انت دلوقتي ليه اي انتر اكشن ما بينهم؟ لا هتطعم اجنورنج خالص قصه الكوفيد فاكسينيشن. كل الريكومنديشنز بتقول ان احنا وي شود فاكسينيت الحاجات الاساسيه بتاعتنا مع الكوفيد. هتاخد كل الاجراءات العاديه وانت بتتعامل مع اي حد suspected او مش suspected، عنده نيمونيا عاديه ولا عنده كوفيد مش قضيه، هو نفس البروتوكولز ونفس الانفكشن كنترول هي نفسها. سؤال كده، لو واحد suspected، يعني لو واحد suspected ان هو عنده كوفيد هتطعمه ولا لا؟ هو احتمال يكون عنده كوفيد suspected، ما زلنا بنشوف حالات طبعا، نطعمه ولا لا؟ نطعمه هو سؤال يعني تريكي شوي، أطعمه ولا لا؟ مش هطعمه ليه طيب؟ هطعمه ليه طيب؟ طب هو مين اللي هيطعمه طيب؟ يتهيألي أنا جاوبتها. هو يفضل قاعد في بيته لغاية ما عشان ما يخرجش يعديني أنا. أنا ده عشان الهيلث كير بروفايدر مش عشان، إنما هو يطعم الإجابة يعني لو هنجيب له حد من بره خالص يطعمه يطعم. مفيش أي مشكلة، بس مين اللي هيطعمه؟ الحقيقة السؤال ده هو عشان الهيلث كير بروفايدرز السيفتي بتاعته، تمام؟ وبالتالي انت طالما سسبكتد او عندك الكوفيد انت مش هتخرج اساسا، المفروض يعني ما تروحش في عيادات ولا في حاجات زي كده. وبالرغم من اللي احنا قلناه كله، بعض الناس كده بتطلع يقول لك انتي فاكسينز باي حاجه بقى، انتي فاكسين باي طريقه، يقول لك لا الناتشرال انفكشن احسن او كده. المقارنه ما بين البي سي في 10 السينفول ريكس والبي سي في 13 مقارنة موجودة عندنا، ممكن بيدخل عندي حاجات، بس أهم حاجة الإفيكاسي والأوتكم والإمباكت بتاع التطعيمات ده هي comparable according to the previous studies اللي موجودة. إحنا قلنا إنه البي سي في لما اتعمل الهيبتا الأولاني السبعة فيلنت مش موجود دلوقتي، عمل دروب جامد في الإنسيدنس والبريفيلنس أوف ذا نيموكوكال ديزيز.
هنعد السيروتايبس عشان نعرف مين الأحسن. كان بالأحرى ال 23 أحسن من السبعة وأحسن من العشرة وأحسن من ال 13. فالإجابة counting serotypes is outdated، ما ينفعش إن إحنا نلجأ بيه. هي الطريقة اللي تعرف التطعيم بتاعك ده كويس، إن أنت بتشوف الإفكاسي والإفكتيفنس والإمباكت في البوبوليشن اللي أنت هتتعامل فيها. الـ PCV10 ليه additional value اللي هي الأوتيتس ميديا، لأن هي موجودة مش سيريس قوي، ولكن مهم ان انا برضو اقلل الانسيدنس بتاعها. وشكرا. شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور احمد بدر. طبعا الدكتور احمد مايسترو، ويعني حاجه كده إليجنت وستار وسهل الممتنع زي ما بيقولوا. يمكن انا هنتهز الفرصه طبعا لأستاذنا الدكتور أحمد في سؤالين يمكن في البراند.